examination اللي هي راح تكون exam under microscope اللي هو راح نفحص النسيج تحت المجهر مو بالنكت اي. لأجل أني أستطيع أنه أسوي خطوة المايكروسكوبيال إكزامينيشن يجب أنه أني أمر عدة خطوات أمرر بها النسيج حتى أتمكن أن أدرس نسيج الكائن الحي تحت المجهر. من هاي الخطوات هي فيكسيشن، ديهايدريشن، كلينينج، إمبيدينج، سكشنينج، ستينينج اللي هي الحب نثبت العينة، نغسل العينة، ننزع الماء من العينة، ترويق العينة اللي يقصد بها الكلينينج، تخليل أو تشريب العينة اللي هي الإمبيدينج الطمر، التجذيب والقطع اللي هي السكشنينج، وراها الستينينج اللي هي تكون أنه أنا أصبغ العينة مالتي حتى أستطيع أشوفها بألوان تحت المجهر. الفيكسيشن اللي هي أهم خطوة بما أنه هي أجدية نمبر 1 تيبس فإذن هي most important. نعم دكتورة. نعم بس مثلا ما كان تتحرك وصوت بعيد مشوش. نعم الصوت كان بعيد مشوش والسلايدات ما تتحرك. ليش ما تتحرك؟ ده أحركها واني طلاب كلكم نفس الشيء ماما. هي دكتورة السلايد ما كان يتحرك. خلي لكم بي دي اف احتمال شيف باور بوينت دقائق. أسوي لكم إياها بي دي اف نسخة يعني احتمال بشكل باوربوينت عندكم مدى يطلع دقائق شوية تاخذ وقت العملية. بس قولوا لي المحاضرة ظهرت يمكم يحكي واحد ويا إلي يعني سوى دا أشوف التعليقات. أي دكتورة ظهرت. زين راح أحرك السلايدات اللي سويتها بشكل بي دي اف. قولوا لي دا يتحرك عندكم ولا لا؟ هذا السلايد الأول. لا دكتورة. دكتورة ما دا يتحرك شيء. واحد بس حتى. حتى افتن وجهة تحشون دكتورة دا يطلع على اتصال. نعم الميت دا يطلع الميت بس مدى تطلع الشاشة يمكن؟ لا واقفة دكتورة. لا غير اوكي انتاير سكرين راح اسوي. زين هسه تمام طلعت تمام بدت تغير. اوكي اي اوكي يعني انتم ما شفتوا ولا سلايد؟ لا ما كان يمشي السلايد اصلا. زين انا راح اكمل التسجيل انطيكم اياه بال شو اسمه اوكي لان اخاف وقت ميت بالعشره يعني. تمام دكتور. يا بالعشره This is a process by which cells and tissue are fixed in a physical and chemical state so that they will withstand subsequent treatment with various agents with minimum loss of architecture. By الخطوة أو تهدف هذه الخطوة
للمحافظة على النسيج ومحتوياته على الحالة اللي كان فيها في جسم الكائن الحي أو قريبة من ذلك. وتتم عملية التثبيت من خلال التفاعلات الكيميائية والتداخلات الفيزيائية بين المجاميع الفعالة للمادة الفيكسد الماتيريال والمجاميع الفعالة للمواد الكيميائية اللي تكون داخل النسيج، مثلا ممكن النسيج يكون بيه كربوهيدرات، ببروتين، بدهون، بإنزيمز. فتكون عملية التثبيت راح تكون لها عدة أهداف راح أعطيكم إياها بالسلايد اللي يكون بعد هذا. This should be approximately 10 to 20 times the volume of specimens. المادة اللي أنا راح أستخدمها شقد يكون الحجم مالتها؟ أنا مثلا البايوسي اللي أخذتها هي عبارة عن قطعة صغيرة. من طلعت من العملية دزت لو المختبر، أبو المختبر شو راح يسوي؟ راح يخليها دايركت بالكونتينر. دكتورة الصوت مو واضح. بالكونتينر فوق. عفوا بس دكتور الصوت مو واضح. مو واضح؟ مش عاجب ليش؟ طلاب كلكم صوتكم مو واضح؟ اكتبوا لي بالشات والله. احنا هسه اول خطوة عندنا الفيكسيشن. هسه راح ابدي طلاب اذا مو واضح مباشرة قولوا لي مو واضح. خطوة الفيكسيشن نستخدم بهاي الطريقة تقريبا 10 إلى 20 مرة. يكون حجم الفيكسد ماتيريال اكثر 10 إلى 20 مرة من حجم السامبل اللي ماخذته. الفيكسد should surround the specimen on all sides. الحجم الفيكسيتد ماتيريال ليش تكون هي 10 إلى 20 مرة ضعف حجم السامبل اللي ياخذه؟ الغرض من عنده حتى يكون يحيط كل السامبل مالي من كل الجهات. وتدرج الخطوات دائما مثل ما علمتكم أول خطوة هي تكون أهم خطوة. هسه الصوت يمكن واضح طلاب؟ واضح الصوت؟ واضح دكتورة واضح. زين. Basic steps for preparation of stained section from tissue. الفيكسيشن what is the aim of this step؟ ليش دا أسوي فيكسيشن للسامبل مالي؟ فمباشرة أحاول يعني أقطعه وأحاول أفحصه تحت السلايد، يعني أخليه على السلايد زجاجي وأفحصه تحت المجهر. الغرض من الفيكسيشن التثبيت to prevent autolysis. To prevent autolysis and heterolysis. هنا حتى أمنع التحلل الذاتي للعينة وأمنع التحلل الثاني اللي هو يكون heterolysis. الأوتوليسز التحلل الذاتي تدرون إنه كل تشو بي خلايا، الخلية شنو بي اللايسوزومز. اللايسوزومز ايش راح يفرز؟ انزيم اللايسوزايم، فراح يؤدي يسوي لي تحلل ذاتي للتشو. بالإضافة إلى الهواء أو الجو الانفايرومنت اللي يحيط التشو راح يكون بي شنو بأحياء مجهرية، فأيضا هي راح تفرز انزيمات اللايسوزايم مالتها، فراح يسوي لي هيتيروليسيس للسامبل. That is lead to vitrification. راح يؤدي إلى تعفن السامبل مالي، وأني هذا ما راح يفيد شغلي. فأول شيء أسوي فيكسيشن حتى أمنع التحلل الذاتي والتحلل اللي يكون النوع الثاني اللي يجي من الانفايرومنت. الهدف الثاني to preserve tissue as nearly as possible to living state. أحاول أحافظ على النسيج قدر الإمكان يكون قريب للحالة الطبيعية normal داخل البادي. ثلاثة to prevent damage during subsequent procedure. أحاول أمنع ضرر اللي راح يكون بالخطوات اللاحقة، لأن إحنا قلنا الفيكسيشن هي أول خطوة، أكيد أكو بعدها عدة خطوات. To give suitable texture حتى ينطي
شكل ملائم ومناسب to prevent growth of bacteria، بما أنه هي مواد chemical material فما راح تقدر تعيش بداخلها أو تنمو البكتيريا. بالإضافة to render tissue receptive to subsequent staining، أخلي التشو مهيأ إنه يستقبل الصبغات اللي راح تكون بالخطوات اللاحقة. هاي الخطوة شقد تطول؟ It's required 24 hours and done in many stages. هي تقريبا تطول 24 ساعة. ال 24 ساعة هي تطول الخطوات اللي راح تجي بعد الفيكسيشن. الفيكسيشن بصراحة تطول من يوم إلى يومين، وحسب أيضا حجم الفوليوم of the samples. يعني الخطوة الأولى تطول من يوم إلى يومين، الخطوات اللي بعد الفيكسيشن ممكن تطول يوم واحد، اللي هي الديهايدريشن، الكليرنينج، الامبيدينج. ملاحظة مهمة: It is important that all specimens are properly labeled before processing is started. أكيد لازم كل العينات نخلي لها علامة أو نكتب عليها. ليش؟ لأن إحنا مثل ما تدرون مثلا بالمستشفيات باليوم أقل شيء دكتور بس بلا زحمة، صديقي طلع فصل نتة فما يقدر يطب، طلب ما ادري شنو للميت. أي، لأن هو ده يستخدم الإيميل الغير رسمي. قال ما جامع ده يستخدم، مو سألته أنا فقال لي ما جامع. لا، هسا هاي ميس ده تستخدم الإيميل العادي، الإيميل العادي ابني. لو الإيميل الرسمي دايركت تدخل، شلون البقية دخلوا؟ يعني اوكي. اي شوفوا، يعني انا اضطر اطلع من المحاضرة وارجع، بينما ذا ايميل الرسمي مباشرة بدون ما تقاطعوني. زين، الخطوة الثانية اسمها الديهايدريشن. هي الهايدريشن معناها اضافة ماء، الديهايدريشن معناها شنو؟ ازالة. This process is done to pull the water from the sample. انا راح اسحب المي من العينة مالتي. And carry it out by using، شو راح أقدر أسوي هاي العملية أنفذها إنه أزيل المي؟ عن طريق using alcohol in various dilution by using increasing strengths of alcohol. For example, 50%, 70%, 90 and 100%. أستخدم هنا تدريج متصاعد من الكحول، ما استخدم مباشرة ابدي بالابسوليوت بيرسنت اوف الكحول، ما استخدم مباشرة اجيب السامبل من بعد خطوة الفيكسيشن اخليه بتركيز 100%. ليش؟ لان هذا راح يخلي السامبل مالي يصير بيه شلون يدخل بشوك بصدمة، راح يصير بيه شرينكج. اوكي، لان الضغط الاسموزي مال الخلية راح يتغير بصورة مفاجئة. فشو راح يصير؟ راح يصير شرنكج، فاني هذا ما راح يفيدني. ليش؟ شكل الخلايا كلها راح يتغير، فما راح تكون as nearly as possible to the living of normal state of the tissue. فلازم ابدي بتدريج يكون ascending concentration of alcohol. الخطوة الثالثة اللي هي الكليرينج سوري، اللي هي الترويق. This step is done by use. هاي الخطوة نستخدم يعني أما أي أو بي، أما الزايلول أو الكلوروفورم. الزايلول أكو البعض يستخدمونه، هو cheap, rapid and tends to harden tissue. أو نستخدم الكلوروفورم، makes tissue less brittle than xylol. It causes shrinkage on prolonged use. الأغلبية يستخدمون بهاي الخطوة، أغلب الأحيان يستخدمون الزايلول لأن هو يكون رخيص. دائما الباحثين يدورون أول شيء التكلفة مالته ايش قد تكون. إذا هي إذا تنطي نتيجة فيميلون للأشياء اللي تكون دائما ما بها كلفة عالية، وهي أهم شيء إذا تنطي نتيجة صحيحة. الخطوة الأخرى اللي هي الامبيدينج، او نسميها الامبرجنيشن، اللي هي الطمر. النموذج مالي انا الحدث ده ادخله كله بسائل، هسه راح اطمره،
يعني راح اغمره في شيء كانما راح ادفنه، خلينا نقول طمر، راح اطمره بيش بشمل. This is allowed to occur at melting point temperature of paraffin wax. استخدم شمع البارافين، هو من اسمه شمع، شلون الشمع العادي اللي عندنا درجة الحرارة يكون solid صلب. فأني أول شي شنو راح أحاول أذوب الشمع at melting point temperature، درجة انصهارة which is 54 to 60 degree، اللي راح تكون هي من 54 إلى 60 درجة سيليزية. Volume of wax should be about 25 to 30 times the volume of tissue. حجم الواكس اللي استخدمه يجب أن يكون من 25 إلى 30 مرة ضعف حجم السامبل اللي عندي، حيث السامبل ما يكون كلش صغير داخله، يعني الواكس أكثر كلش وايد. The samples were placed within the melted paraffin wax using labeled copper metal embedding module L shape. أنا النموذج مالتي تخيلوه شكله هو يكون تشو مثل اللحم، عندي قوالب اثنين. إن شاء الله هذا الشرح أدزلكم على الكلاس فيديو توضيحي رابط على اليوتيوب، جامعة بريستول مشتغلة هذا التكنيك كله، فيديو كلش واضح كأنما أنت داخل مختبر، أدزلكم إياه. أول شيء إذا عندك جهاز آخر أو المحاضرة تطبعها ورقيا وتحط هذا الفيديو أمامك، ويا كل خطوة شوف الفيديو، فراح تفتهم هذا الحكي كله ويصير إن شاء الله سهل عليك. النموذج مالي أنا القطع الصغيرة مو راح أخليه، راح أحيطه قالب يكون حديد شكله مثل حرف ال L، أجيب قطعتين ووحدة تصير عكس اللغة، والنموذج مالي شنو راح يصير بالنص كأنما صار مربع. تخيل هسه حرف ال L وخليه واحد عكس اللغة، من أجي أربطهن سوية وبالمنتصف السامبل مالي صار بشكل مربع، أخلي أصب فوقه الشمع البارافين اللي هو ذاب ذوبته بدرجة حرارة 54 صار ليكويد، راح أصب عليه وراه شنو أتركه، أما درجة حرارة الغرفة إذا كنا إحنا شتاء، أو أخليه بالثلاجة إذا كنا صيف حتى يبرد. تشو impregnated with wax for two reasons. ليش ذا أخلي شمع البارافين؟ لسببين: to surround tissue with substance to support it to put on slide without injury، حتى أمنع إنه الخلية يصير بها سيل إنجري. يعني سيل إنجري إذا الخطوة الأخيرة من عنده ممكن إنه يؤدي إلى موت الخلية. إن شاء الله تأخذون what is meaning cell injury صف ثالث بالباصة. السبب الثاني: to enable natural cavities of tissue to be filled with wax, thus preserving their relation to each other. دائما احنا التشو يكون الى حجم معين او كافيتي معين بي، فاحنا من خليناه كحول سحبنا المي ماله ممكن اكو بعض الفراغات اللي صارت من ملت، فاني من راح اخلي الواكس راح املي الناتشورال كافيتي مالته، راح اخلي يعني علاقة الخلايا مع بعضها كأنما هي الحالة الطبيعية اللي داخل الجسم. الخطوة اللي بعدها السكشنينج اللي هي التقطيع. أني هسه مو خليت السامبل مالي داخل واكس شمع وتركته يبرد صار صلب، شلون الشمع العادية الشمع عندي بشكل مربع صار، هسه أجي أقطعه ذا بلوك، نسمي هذا اللي صار عندنا بلوك قالب، أو يعني هي بلوك احنا نسميها بالعربي بلوك، هي نفس الكلمة نستخدم بالإنجليزي بلوك. وسط trimmed with blades راح أجي أقطعها، سكينة موجودة على جهاز المايكروتون. The block was trimmed with blades then sectioned by rotary microtome with a thickness of 5 micrometer. These thin sections were floated in water bath. مو راح أقطعها تطلع بشكل شرايح، الشمع عندي بشكل مربع بلوكة
من راح أقطعها بسكينة جدا حادة، نايف جدا حاد، راح يطلع لي بشكل شرائح رقيقة جدا. من راح أقطعها، بما أنه هو رقيق جدا مباشرة لازم ينزل في حمام مائي حتى لا يتفلج بيدي. And pick up on slide، ألتقطها وأخليها على سلايد زجاجي covered by various layer، أو أخليها على يعني ما أخليها على سلايد الزجاجي، وراها أغطيها بكفر. الكفر هذا يتكون من ألبومين 50 مول والجليسرين 50 مول أند سايمول. هذا خليته هيك للاطلاع، هذا السطر الأخير هو مجرد ما أنت تغطيه بسن لير، هو هذا جاهز يكون موجود. هذا جهاز المايكروتوم، هذا السامبل ماني قلت لكم عليه، قطع صغيرة من اللحم أو التشم. أسده، أجي أغطيه بشمع البارافين، تركته بالهواء، تصلب تشوفون كأنما شمع. السامبل مالي هاي الدويرة الصفراء الصغيرة، هذا السامبل مالي والباقي كله شمع. هاي الجهاز أسميه مايكروتوم، يصعد وينزل طبعا عن طريق عتلمي، إن شاء الله بالفيديو راح تشوفوه. هذا المربع الستانلس ستيل هي شارب نايف، سكينة حادة جدا، منه حأصعد وأنزل السامبل راح يتقطع بشكل ثين سلايس مباشرة، لأن هي كامش تبيد تتوضع، هو الأفضل دايركت ينزل بحمام ماي حتى لا يتفلش عندي، لأن هو أصلا طبقة جدا رقيقة. مايكروتومي is a tool used to cut externally thin slice of material. Not all sections of microtomes are used in microscopy, allowing for preparation for observation under transmitted light or electron radiation. كلمات بالمحاضرة سهلة جدا، وإن شاء الله أنتوا هسه تجاوزتوا مشكلة الإنجليزي. إذا أكو شيء ما واضح قولوا لي أعيد لكم. أوكي، جهاز المايكروتوم أستخدمه حتى أقطع وأحصل على شرائح رقيقة. الجهاز معروف بالمايكروتومز، اللي الشرائح اللي راح أحصلها راح أقدر أبحثها تحت المجهر الاعتيادي أو المجهر الإلكتروني. Microtomes use steel, glass, or diamond blades depend upon the specimen being slides and the desired thickness of the section. المايكروتوم أو جهاز التقطيع يستخدم قلنا السكينة تكون زجاجية أو من النوع الدايموند، يعني لازم السكينة تكون جدا حادة، لأن أنا عندي شمع، إذا السكينة خلينا نقول عامية أو مو كلش حادة إيش راح يصير؟ الشمع ما راح ينقص عدل، فبالتالي السامبل مالي أيضا راح يتخربط ويتفلش أثناء التقطيع، شغلي كله يصير غلط وما راح أقدر أفحص النموذج. هي هاي الخطوة مهمة أيضا، ليش؟ لأن راح تنطيني بعدين قراءات خطأ، ممكن البيشنت ما بشي راح أقول مريض، أو بالعكس البيشنت مريض راح أقول لا كل شي ما بي سليم. فلهذا راح تتحدد عليه حياة شخص معين. التقطيع ايش قد الثكنس ماله راح يكون، هاي الشرائح اللي دا تشوفوها ايش قد السخون ماله، حيكون عادة كروتين سكشنينج من 4 إلى 6 مايكرومتر. راح قلنا بعدين نحطها على جلاس زجاجي وراها أعوفها طبعا، أتركه تو دراينج يجف أوكي لمدة 10 إلى 15 دقيقة، أو أكو بيهم يخلوه بالفرن للسرعة بس ما يحرقوه يسووه أسود، لا مجرد ما ينشف دايركت شنو يفحصوه تحت المجهر حتى يشوفون إنه شغل لغاية الآن صحيح. وراه أكو خطوات أخرى أيضا حتى اللي هي خطوة التصبيغ، steps of staining with hematoxylin and eosin اللي نسميها ال H&E، هي الصبغة الروتينية، الصبغة الاعتيادية، الصبغة الشائع استعمالها في المختبرات. هاي الدرقوها الخطوات،
اكزايلين ويت، اول ما يبدي يستخدم اكزايلين، الزايلين هنا يبقي لمدة دقيقة واحدة. شنو السبب من استخدامه؟ To remove the substance that are not embedded in slide. خطوة ثانية، الكحول 70% and wait for 1 minute. الخطوة الثالثة، الكحول 90% and wait also for 1 minute. الكحول absolute for 1 minute. وراء الهيماتوكسيلين wait for 5 to 10 minutes. وراها ليش بدنا ننتظر احنا بكل خطوة حتى نتأكد انه النسيج، مثلا اذا انا اريد اشبع بهاي المادة يتشبع، مثلا هنا أنا الكحول استخدمت حتى شنو تزيل الزايلين المتبقي، الهيماتوكسيلين خليتها 5 إلى 10% حتى أتأكد إنه الهيماتوكسيلين كلها ارتبط بمن؟ ارتبط بنواة الخلية اللي راح تظهر لي بعدين لونه يكون أزرق غامق، يعني أنطي وقت للبايندينج. وراها أغسله، ليش أغسله؟ حتى to remove excessive amount of هيماتوكسيلين، حتى أزيل الكمية الزائدة اللي مرتبطت. هاي إذا تبقى تطلع لي بشكل خاط على السلايد وأيضا يعطيني قراءات خاطئة. بعد ما أغسله بالتاب ووتر مي الحنفية، أضيف إيوسين ويت also for 1 to 10 minutes. شنو أنتظر دقيقتين أيضا، هو حتى أنطي تايم حتى يرتبط السيتوبلازم كومبوننت with إيوسين. راح تظهر لي مكونات السيتوبلازم اللي راح ترتبط او عندها افينيتي للارتباط، يظهر لونها بينكيش وردي. Wash with the tap water ايضا to remove excessive amount of eosin. بعدها اسوي drying بواسطة الاوفن بس ما احرقه، وراها clear by xylene and then using Canada balsam. وراها اخلي له cover يسموه كندا بلسم، شيء مثل المربع صغير، حتى بعدها افحصها تحت المجهر. هكو مصطلح يطلق عليه frozen section biopsy. This is used for the spot diagnosis. Usually fresh unfixed tissue is utilized. هذا استخدمه للفحص السريري السريع مثلا، يعني النماذج اللي عندي هنا تكون فريش، يعني مو ويا الأوتوبسي، فقط ويا البايوبسي اللي ممكن أخذه من بيشنت داخل صالة عمليات، أو مثلا بالمختبر يأخذون بايوبسي من البيشنت. إذا عندنا هذا الجهاز، لأنه الجهاز طبعا كلش مكلف، إذا الجهاز هذا موجود دايركت نقدر نفحص به. هذا الجهاز ما يحتاج الخطوات الأولى، مباشرة نروح للسكشنينج، فيكسيشن ما يحتاج. ليش؟ لأن هو فريش، يكون بايوبسي يعني مأخوذ من جسم حي، ما أخذه من الأوتوبسي اللي هو ميت. أوكي، يعني ما يستخدموا الفروزن سكشن، ما يستخدموا جماعة الفورنسيك ميديسين. فريزنج مايكروتوم، الجهاز اللي يستخدمه يسموه فريزنج مايكروتوم أو كرايوستيت ماشين. التمبرتشر ماله من اسم فروزن فهو يكون ماينس 20 تو minus 30 is used. The section is cut at thickness of 5 to 10 microns. The thickness مال من 5 إلى 10 microns. Then staining can be used for the sectioning. يعني ايش قد اختصرت خطوات؟ تقريبا اختصرت ما يقارب بال 35 ساعة أو أكثر. Staining. جيت للخطوة الأخيرة اللي هي التصبيغ. Staining is a process by which we give colors to a section. There are hundreds of stains available. ليش ده أصبغ؟ أصبغ حتى أنطي ألوان للخلايا، للمكونات مال الخلية، حتى أقدر أميزها، أقدر أقرأها، أقدر أشوفها. The stains can be hematoxylin with eosin اللي سميناها روتين ستين، or special stain صبغات خاصة. The hematoxylin with eosin stain is usually abbreviated as H&E، تختصر
نكتبها بشكل مختصر بعد H and E. فالمفروض التكنيشن أو اللي يعني الساينتفك يعرف انه H and E بالأنسجة هي معناها صبغة الهيماتوكسيلين والإيوسين، اللي هي قلنا نسميها أو تستخدم بشكل روتيني، يعني بشكل اعتيادي أو تقليدي دائما بالمختبرات. هذا بيشرح يفيدني. It gives the nucleus a blue color، يعطيني للنواة إذا تلاحظون النواة لونها أزرق أو لونها dark blue، لونها غامق. And the cytoplasm component and extracellular matrix a pinkish color، لونها يكون وردي. The special stain، the term special stains traditionally refers to any staining other than on hematoxylin with eosin. هو مصطلح يشير للصبغات الخاصة الشائعة أو التقليدية أو التجارية اللي إحنا نستخدمها غير الهيماتوكسيلين والديوكسين. It covers wide varieties of methods that may be used to visualize particular tissue structures, elements, or even microorganisms not identified by hematoxylin or eosin staining. استخدم الصبغات الخاصة حتى أتمكن أنه ألاحظ أو أشخص تراكيب عناصر، ممكن حتى أحياء مجهرية ما أقدر أشخصها. يعني إذا أخذ السامبل هذا البايوبسي أجي أصبغه بالصبغة الروتينية، ما راح أشوف، ما راح مثلا أكو فد بروتين معين. أكو بعض أنواع من الديزيز التشخيص ماله يتم عن طريق إنه هذا البيشنت يصير عنده زيادة من اكسبريشن أوف بروتين معين. إذا أجي أخذ السامبل من عنده أفحصه بالـ H&E ما راح يبين عندي، فراح أقول البيشنت كل شيء نورمال. العلم اتطور، شافوا أكو لا أكو صبغة معينة، إذا يستخدموها راح يقدرون مثلا يشخصون هذا البروتين أو يشخصون فد ماركر معين موجود بالخلية. Some common special stain تقريبا هي توصل يعني حاليا تقريبا 99 أو 98 stain، والعلم في تطور واكتشافات مستمرة. احتمال هسه حتى عبرت 100 صبغة، لأن شنو كل صبغة تسوي ديتكشن قلنا المادة معينة. أول صبغة اللي هي الماسون سترايكوم اللي هي يستخدموها سبيشال فور سكين. The stain is intended for use in histological observation of collagenous connective tissue fiber and tissue specimen. هذا راح يشخص لي الأنسجة الرابطة اللي بيها مادة الكولاجين، راح وين موجود؟ موجود فقط بمن بالسكين، يعني ما اخذ غير تشو، ما اخذ للعين او ما اخذ للدايجستيف سيستم. ده تشوفون لونه شلون ده يظهر، هذا الكولاجين كله الاغلبيه ازرق، معناه هذا ان انتاج لل الكونكتيف تشو ماله صاير بفايبر هوايه، الاكسبريشن ماله جدا عالي. طبعا هذا الطبيب راح يعرف انه البيشنت من شنو ده يعاني، وعلى اثره راح يحدد الادراك او التريتمنت اللي ياخذه. بيريودك اسيد شوف اللي نرمز له بي اي اس، طبعا هي ام سلاي فور كيدني ستيننج، اصبغ بيه العينه اللي عندي مال كليه. از مينلي يوزد، يعني هي هاي بشكل رئيسي نستخدمها من اكو فد ديس اوردر او فد ديفكت وين بالكيدني. بي اي اس for staining structures containing high proportion of carbohydrates such as glycogen, glycoproteins, proteoglycans typically found in connective tissues, mucus and basement membranes. هذا ما راح يكون اكو انتاج عالي، يعني الكليه او الكدني راح يكون به انتاج عالي داخل، يعني اكو تراكم أو إنتاج عالي خلينا نقول للجلايكوبروتينز. زين هاي الصبغة راح ترتبط بيها لأن تكون عندها أفينيتي للارتباط بيها، فمن أجي أفحصها تحت المجهر راح تظهر عندي جدا واضحة.
راح اعرف انه البيشنت عنده شنو خلل بمن بالكليه. Thank you and keep your smiling. Any question أظهر؟ أكو أحد لغاية الآن عنده سؤال؟ أتمنى استمتعتوا بالمحاضرة. أكو أحد ما عنده سؤال؟ نعم دكتورة، من رخصتك بس الصبغة هاي آخر شيء مال الكدني ترتبط بشنو؟ ترتبط بالكربوهيدرات such as protein, glycoproteins. شكرا اوكي دكتورة. اهلا وسهلا. اللي هي شنو الكدني من يسبب في ديفكت معين ان شاء الله تاخذوا هذا كله بالثالث بالباسو بالتفصيل. هسه انا اعطيتكم مجرد الصبغات، بالثالث راح تاخذون شنو الديفكت او الديس اوردر او الديزيز اللي يعاني من عند البيشنت، بحيث الكليه يصير عندها هيك اكيوميليشن لهكذا مكونات، وشون تقدرون تشخصوها تحت المجهر، شون تبين شو تشوفون بكل سامبل. نعم دكتورة شكرا. أهلا وسهلا. هسه راح أنطيكم رابط الحضور حتى تسجلون حضور. بس ضغطوا علينا الزر بالشات، سجلوا أسماءكم. 5 دقائق أنطي الحضور طلاب. استعجلوا قبل ما أغلق. يعني زين بلشتوا وكنا سجلوا. انتوا هسا حاضرين 67؟ من يوصل عندي 67 أنا أغلقه، يعني ما أريد أي أحد آخر يسجل حضور وهو ما حاضر. أكو أحد عنده سؤال طلاب قبل ما تنتهي المحاضرة؟ طبعا مثل ما تعرفون الأسبوع القادم يعني راح يكون أكو كوز بالمادة، بدون ما أقول لكم السيستم أنتوا تعرفون. ناخذ محاضرة الأسبوع، الأسبوع اللي بعده إن شاء الله كوز. اللي سجل حضور يقدر يغادر منصة الجوجل.